هذه من رحلتنا في 16/6/2000 إلى حرفيش، إلى رأس الناقورة، آخر نقطة مع حدود لبنان في الشمال، وهذا منتزه في نهاريا. هذا البحر الأبيض المتوسط من رأس الناقورة. واو، عاد عيدي. وهذا أبو مازن والحج نواف محدين وأبو شادي على الحدود، و الأستاذ يونس يوسف الرشيد في رأس الناقورة مع ممثل من هيئة الأمم. هاي هم التفوا، بيروحوا بيشتغلوا في لبنان وبيرجعوا. هذا الاخ من غانا وهي من اثيوبيا، من هيئه الامم المتحده. ايوه بيشتغلوا في هيئه مع هيئه الامم. اسرائيل لبنان بوردر، لبنان بوردر. هذه بوابه راس الناقوره، يعني هيك على الشمال لبنان. ايوه، وهي عزات تحت بيروت. في بوابة رأس النافورة. ومراقبين هيئة الأمم ما خلوناش اللي هي اللي وصلناها ندخل على اللي ما بين فلسطين وما بين لبنان. لا. نعم، سمح ليش؟ 120 كيلو لبيروت من رأس الناقورة. هاي نقطة مراقبة. نواف يونس. احنا بنقول بدنا نروح عند ابو شفيق عبد الله. عند ابو مخلص. هذه الحدود اللبنانية. هذه اللي يا سيدي بتمشط الطريق. هي طلعت مشط. هاي اللي مصوره بمشط. هاي اللي سحبه. هاي الشيء قدامي. هاي الشيء قدامي. هاي في لبنان. من شايفها كربتها. شواطئنا الثانية. صخرة جبل نحفر كذا ونشوف المي. يا سلام، وين اللي طلع علينا من صيدا وسور هلا؟ وكلنا مرحبا. بس انه قطر واحد. واحد طالع واحد نازل يا اخي. هذا التلفريك. انه بتتلاقى انت وياه. بيودينا لتحت. خلص. انت مطلعها فوق. اسفل. انفاق. دخلتها في الزمانات. ليش ولا رافع على فوق فيها؟ شايف البحر ورا ايديه؟ بس مبين. خلاص اذا بين البحر معناته بخير. خلاص؟ خلاص. ممتاز. هذه اخر حدود فلسطين مع لبنان. شايف؟ حزب الله رجعكم. حزب الله وراها الرادارات هذه. هم الغالبون. رجعوا اليهود. لا مش مدينة، هذه رادارات. هذه
المدارات. طيق على ساعة ساعتين فيدي لسه. بقول لك تصورش بلاش تصور. هذا مفرق عرب العرامشي اللي بوصلك على حدود لبنان. طيب. تنشوف هلا الجيش شو بخلينا يسمح لنا ولا لا؟ ما سمحت. شميرة، نحن في طريقنا إلى حرفيش لزيارة أبو مخلص شفيق عبد الله اللي كان رئيس الشرطة في مدينة نابلس في 87. شيتولا ضل يجيب الاخبار. الاخبار انا كنت افكرها دقيق بالوقت على راسي انا دقيق ساعة ساعة. ساعة فلسطينية. لا يا عم سورية فلسطينية. ساعة يعني عشمالنا بتكون حدود لبنان. معلوت معلوت حرفيش. معلوت مزبوط انا بحكي. لا لا لوت يا ابو مازن، اول عملية فدائية دخلوا هنا واخذوا رهائن طلاب. ايوه اللي هو سمير القنطار. الرابع والثالث صاروا يدبوا حالهم من الشبابيك، فكان خير عمل تلفون صار يدبوا. مزبوط يا عمي، هذه البلد اللي المستعمرة اللي دخلها سمير القنطار، أول عملية فدائية صارت في مدرسة في معالوت. شايف هذه على الحدود لبنان. يا سلام يا سلام، مناظر مناظر بتهز العقل. هذه غابات كلها من الصنوبر والأشجار الحرجية أحراش. غايف هلا لأنك تقرب من حرفيش ومن هناك ننقلكم فيلم ثاني. ومع السلامة.